السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا رفاق؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا احنا امبارح كانت في مباريات في كأس العالم للأندية مهمة، كانت الوداد والهلال، الوداد طبعا المغربي والهلال السعودي، والأهلي المصري وسياتل الأمريكي. فقبل ما ندخل بقى على التفاصيل، يا ريت طبعا نصلي على النبي ونذكر الله ونقول لا إله إلا الله ونوحد الله ونقول يلا بينا على الفيديو. ازيكم يا مملكتي السعيدة الجميلة الحلوة اللزوزة، عاملين ايه؟ طبعا امبارح كنا بنتفرج على مباراة في كأس العالم للأندية، الوداد المغربي والهلال السعودي، وللأسف للأسف يعني حسرة أو يا خسارة، الوداد المغربي خسر 5-3 في ضربات الجزاء في ضربات الترجيح قدام الهلال السعودي. فنقول للوداد المغربي هارد لك، وللهلال السعودي مبروك. فبكده الهلال هيقابل فلامينكو البرازيلي، وربنا يستر. ندخل بقى على المباراة التانية ما بين الأهلي المصري طبعا وسياتل الأمريكي. هو المباراة كانت صعبة من الناحيتين، لأنها هتحدد مين اللي هيلعب في نص النهائي قدام ريال مدريد، فدي طبعا مباراة تعتبر يعني مباراة قوية مش سهلة. فطبعا الأهلي كان نازل حاطط هدفه كله بإن هو يفوز بأي شكل، إنه يعمل المستحيل عشان يفوز، بس كانوا واخدين حذرهم برضو لأن المباراة ما كانتش يعني اللي هي يعني تمام التمام، أو ما كانوش اللاعيبة يعني قادرين يسيطروا على الكورة كويس من قلقهم من توترهم. وبالذات الأهلي لما بيلعب تحت ضغط بحس إنه بيلعب أحسن لما بيكون ما بيلعبش تحت ضغط، مش عارف ليه. يعني لو بيلعب تحت الضغط ممكن يلعب يجيب هدف هدفين ثلاثة مفيش مشكلة، إنما لما بيدخل مباراة يلعب وهو مرتاح بحس إن هو بيلعب باستهتار. ممكن يفوز يعني ممكن يفوز وبيفوز، بس بقى باستهتار، مش اللي هو ايه يعني بلعب عشان بطولة او حاجة، لا بلعب بس لما بيلعب تحت ضغط بيلعب بأحسن حاجة عندهم، يعني بيلعبهم بأجمل لعبة وأجمل حاجة عندهم بيلعبوها. بس برضو لازم يوتروا الناس شوية، لازم يعصبوا الناس، يحرقوا دم الناس شوية، دي حاجة معروفة إن هما نفسهم بيلعبوا تحت ضغط أصلا. فالأهلي في الشوط الأول عمل اللي يقدر عليه الصراحة، يعني برضه هما حاولوا إن هما يعملوا، بس المشكلة كلها كان الحكم. الحكم بأمانة كان زي ما تقولوا مدسوس كده على الأهلي، اللي هو إيه، لأ ما تفوزش الأهلي، الأهلي ما يفوزش. أي لاعب من الأهلي يلمس أي لاعب من سيادة فاول على طول، فاول سواء لمسه ما لمسوش، عمل له حاجة ما عملوش حاجة، فاول على طول. مش عارف يعني ايه ليه كده، كل لمسة فاول. فطلعوا في الشوط الأول 0-0، دي حاجة كويسة تعتبر، يعني أهم حاجة مفيش هدف داخل في الأهلي، دي أهم حاجة. فنزلوا في الشوط التاني، لاحظت إن الأهلي في الشوط التاني في أول 5 دقايق 10 دقايق كان مستحوذ على الكورة شوية، حتى راح عمل هجمة. وبيرسي داو يعني برضو بيرسي داو مش في المستوى اللي هو برضو يعني مش قوي، بس عمل حركات، عمل برضو يعني بقى بيعدي كويس، بيحاول انه يعمل حاجة، بس ما كانش فيه الاوفرات بتاعت علي معلول حلوة خالص، مش مظبوطة خالص، مش عارف ليه. يعني هو علي معلول الصراحة كان لعيب حلو، بيلعب حلو قوي ما شاء الله تبارك الله، رفعاته حلوة ما شاء الله كويس، يعني مش هقول حاجة، هو ما شاء الله كويس وبيلعب حلو جدا، بسم الله ما شاء الله ربنا يعني يحفظه. لكن امبارح مش عارف رفعاته ما كانتش تمام، كانت بتطلع بره، كانت تروح بعيد، ده وارد على فكرة، وده طبيعي اصلا بيحصل عادي طبعا، يعني الواحد مش هادي كل مرة، كل مباراة هيبذل فيها كل جهده. واللي انا لاحظته ان في المباراة الاولانية بتاعت اوكلاند سيتي اللعيبة بذلت اكتر من جهدها، يعني عملت اكتر ما عليها عشان توصل لحاجة كويسة او عشان تعمل اداء كويس، فده أثر على المباراة بتاعت امبارح، وده حاجة احنا قلنا متوقعة وعادية ومعروفة. الشوط التاني بدأ، فطبعا في الشوط التاني كان الأهلي بيلمس كور شوية، كان في أداء أحسن من الشوط الأول، لحد ما مارسيل كولر عمل تغييرات.
نزل أحمد عبد القادر وقفشة وشريف. التلاتة دولت لما نزلهم عملوا اختلاف شوية في الملعب، وفعلا ده اللي حصل. في الدقيقة من 87 أو 89 الأهلي فعلا دخل هدف، الهدف الأول بتاعه، وكانت قضية، كانت القضية وبرضك من قفشة، وفي الوقت اللي هو يعني الصعب، يعتبر كان وقت صعب جدا، ورغم كده الأهلي فاز 1-0. فالمباراة دي أهلته إنه هيقابل ريال مدريد اللي هو بطل أسبانيا وبطل ليجا الأسباني وبطل أبطال العالم يمكن. والحاجة اللي مفرحة برضو، كان الحاجة اللي ممكن تحفز الأهلي أكتر إن الأهلي يفوز ريال مدريد، الحافز إن عدد البطولات اللي ما بينهم مش كتيرة، 3 بطولات بس. يعني الأهلي إن شاء الله يفوز المباراة دي وعارفين ما بينهم 2 بس، يعني ممكن في أي وقت يعني يجيبهم عادي. فإحنا كلنا بنتمنى إن الأهلي إن شاء الله المباراة الجاية يأدي أداء حلو ويلعب لعب حلو، ويبقى رجولي كلهم ويبقوا فاهمين بعض ويقدروا تبقى لمساتهم حلوة. ده لأن ده ريال مدريد، أي غلطة فور على طول، يعني ريال مدريد مفيش غلطات معاهم. ما تنسوش إن ريال مدريد فيها لعيبة كانت بتلعب في منتخباتها اللي الدول العربية، اللي المنتخبات العربية فازتها. يعني ما في لعيبة في ريال مدريد بتلعب في فرنسا وفرنسا اتهزمت من تونس، في لعبة بتلعب مثلا في البرتغال والبرتغال خسرت من المغرب، وفي لعبة بتلعب مثلا في الأرجنتين والأرجنتين خسرت من السعودية. فاحنا اللي بنخلي الفرق دي نديها قيمة كبيرة، أو نخلي الناس تخاف، اه ده ريال مدريد، ده برشلونة، ده مانشستر يونايتد. لا عادي، على فكرة الفرق دي عادية، بتكسب وبتخسر وكل حاجة. يعني ليفربول ما فيها محمد صلاح اللي طالعين بالسما، ومحمد صلاح وفخر العرب، وبتخسر عادي. فلازم المباراة الجاية الأهلي ياخد باله كويس قوي، ويأمن دفاعاته كويس جدا، ويحاولوا ان هم يقفلوا عليهم لما بتيجي اي هجمه او اي شوطه، يقفلوا عليهم هم بس. يعني ريال مدريد فيها اسماء قويه، طب ما الاهلي برضو فيها اسماء قويه، ويكفي يكفي بس الفكره كده، يكفي ان انت وصلت وانك هتلعب مع ريال مدريد، كفايه قوي دي. يكفي بس ان انت كده هتلاعب ريال مدريد، اسمك الاهلي المصري لاعب ريال مدريد، ونفوزهم ان شاء الله. يعني هي مش صعبه، هي سهله، وما فيش مستحيل مع الأهلي. الأهلي ياما مر بظروف، مر بمواقف، وبيعدي منها الحمد لله، وإن شاء الله هيعدي من عن طريق ريال مدريد، وهيوصل للنهائي بإذن الله، وهيلاعب لإلا الهلال أو فلامينجو. أنا عن نفسي بتمنى إن إحنا نقابل الهلال تاني الصراحة، عشان محدش يقول بقى عشان الأربعة لأ، لأن لما يبقى النهائي على فريقين عرب يبقى كويس، بحيث مثلا لو الاهلي اللي اخدها يبقى هو اه فريق عربي، الاهلي يفوز ان شاء الله وياخد برضه كل بطوله فريق عربي، فيبقى حاجه كويسه ان الاهلي خد برضه كل بطوله من فريق عربي عادي. فيا ريت طبعا ان شاء الله الاهلي يفوز باذن الله. ريال مدريد احلى حاجه بتعجبني في المدرب مارسيل كولر بتاع الاهلي، انه بيفكر المباراه، يعني بيفكر في المباراه اللي هيلعبها بس، ما بيفكرش في المباراة الجاية، أو ما يبقاش مثلا فكره مشتت، أه في الدوري أنا هعمل إيه، طب في كأس العالم أنا هعمل إيه، طب في أفريقيا، لأ خلاص أنا دلوقتي بلعب مثلا في كأس العالم للأندية، ما بفكرش غير في كأس العالم للأندية وفي المباراة اللي أنا هلعبها بس، إنما بعد كده ما بيفكرش في حاجة تانية خلاص. أنا هلعب في كأس العالم، بفكر في مباراة كأس العالم، هلعب في الدوري أفكر في الدوري، هلعب في أفريقيا أفكر في أفريقيا. فدي الحاجة اللي بتعجبني جدا في مارسيل كولر، وقليل قوي لما تلاقيها في اي مدرب عبقري. فبكده يبقى الفيديو بتاعي خلص، واقول لكم يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوف بقى لايكاتكم وتعليقاتكم، واي حد عنده اي ملاحظة بقول اهو، اي حد عنده ملاحظة يقولها في التعليقات، يقول لي يعمل لي لايك حتى لو الفيديو ما عجبكش. يعني لو الفيديو ما عجبكش ممكن تعمل لايك برضك عادي. يا ريت نستمر، ومحدش يفكر في الفشل، لان مفيش حاجه اسمها فشل، ومفيش اي حاجه اسمها مستحيل، ومحدش يفكر في الحاجه اللي تفشل، استمر. طب ما انا بشتغل على القناه ومفيش ارباح بتيجي، ما عنديش ارباح،
ولما تواصلت معاهم قالوا لي دي ما فيش اعلانات، وفي اعلانات ففي اكيد مشكله عندهم، بس هما ما بيحبوش يقولوا. فانا بكمل عادي اهو، مفيش ارباح بس انا مستمر عادي. فيا ريت نستمر ونكمل يعني، ونحقق اللي احنا داخلين فيه القناة علشانه وبس. خدوا بالكم من نفسكم ومن اولادكم، وربنا يفرحكم بيهم. اللي عنده اولاد ربنا يفرحه بيهم، واللي ما عندوش ربنا يرزقه، واللي مش متجوز يتجوز، واللي مش واللي متجوز يتجوز تاني عادي، مفيش مشكلة. انا جاي يعني مش جاي اخرب البيوت ولا حاجة، لا سمح الله. ايوه يلا اقول لكم بقى ايه، جود باي.